السلام عليكم. في الفيديو ده يا سيدي من غير اي مقدمات ولا رغي كتير هقول لك على عرض جديد لمدة 3 ايام بس في المكتب، من يوم الجمعة 7 مايو لحد يوم الاحد 9 مايو. عرض بس عايزين نفرح بيه الناس ونعيد كمان عليهم، والمواعيد الجديدة بقى واسماء الفائزين بالعيدية وتفاصيل اخر الفيديو يهمني ويهمك تسمع. يلا بينا. طب يلا بينا، واهلا بكم تاني. وعشان بس لو فيكوا حد اول مره يشوفنا، احنا مكتب اوتلت للجمله، مكاننا في عين شمس في القاهره، وملناش بفضل الله فروع تانية. اللي انت شايفه قدامك دي صاله عرض العينات عندنا، بنشتغل في بواقي التصدير والاستوك الاوروبي بالقطع والمصانع المصري. المهم ان ينطبق عليها معادله انها فرصه ولقطه. عندنا في المكتب البيع بسعرين، بنبيع بسعر الجمله اللي هي من دسته في اكتر، وبنبيع بسعر النص الجمله لاقل من دسته. الفرق ما بينهم بيبدا من نص جنيه لحد 5 جنيه، ودي بتبقى في البنطلون الجينز مثلا اللي ممكن نقول عليه ب 100 جنيه. العرض بقى يا سيدي بتاع النهارده هنحاسبك بسعر نص الجمله، بس ليك تنقي على فاتورتك مشتريات هديه بقيمه ربع الفاتوره. احسبها كويس هتلاقي نفسك كسبان. او العرض التاني انك تشتري بسعر الجمله براحتك خالص، وفواتير الجمله من دسته ليها عندنا مشتريات هديه بقيمه 10%. والبيع على فكره عندنا من اول قطعه، احنا شغالين جمله بس في المواسم والاعياد بنسهل للناس توفير احتياجاتهم في العيد. وعشان كده الاستخدام الشخصي ليك حد اقصى تنقي الوان ومقاسات قطعتين في الموديل، ما هو ما اعتقدش حد هياخد اكتر من قطعتين لنفس الموديل وهيكون واخدهم للاستخدام الشخصي، عشان كده لا ضرر ولا ضرر. واما بقى فواتير الجمله، احنا طبعا مكتب بواقي، من حقك طبعا هتدفع فلوس فتعرف الوان ومقاسات الصنف اللي هتدفع فيه فلوس. عجبك الكلام يبقى غير متاح انك تقول عايز مقاسات معينه او مش عايز الوان معينه. ومواعيد المكتب الجديده من بكره الجمعه الموافق 7 مايو بنفتح من الساعه 10 صباحا لحد الساعه 9 مساء تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء، بس بنقعد في المكتب لحد الساعة 12. لو انت قريب مننا عادي تعالى. بنقفل طبعا ساعة صلاة الجمعة وبنقفل وقت الفطار كمان. ولو اوردر حضرتك شحن خد بالك ان شركات الشحن هتعيد يوم الجمعة 7 مايو او بالكتير يوم السبت 8 مايو. بعد كده ممكن نتعاون بقى واوردرات الشحن تبقى عن طريق الميكروباصات. اما بقى لو حضرتك هتشرفنا بزيارة في المكتب، فخد بالك احنا واخدين اجراءات احترازية جديدة جدا عشان نحافظ عليك وعلى نفسنا وعلى المكان. فوانت داخل ضروري لازم تكون لابس الكمامة، واحنا بنعقم لك ايديك وانت داخل، وفرشنا لك الارض سجاد، فعشان كده اعزكم الله بنخلع الاحذيه. ولو معاك اطفال ياريت بس تسيطر عليهم. وخد بالك كمان علشان نحافظ على البضاعه وتبقى بتشتري من عندنا وانت ضامن ان مفيش حد تعامل على البضاعه غيرك، احنا ما عندناش قياس ولا عندنا تبديل ولا ارتجاع لغير العيوب لا قدر الله. علشان نحل مشكله القياس هات معاك حاجه تقيس عليها. والمواعيد والعنوان والتليفونات وكل روابط التواصل معنا هتلاقيها مكتوبه في وصف الفيديو ده، يعني مكتوبه تحت الفيديو ده. وعايز اقول لك على حاجه، حد اقصى تواجد جوه المكان 8 اشخاص، فلو لا قدر الله في زحام واضطرينا ان انت تنتظر معنا شويه من فضلك اوعى تزعل. واجابه عن سؤال اتكرر الفتره اللي فاتت كتير عن الفروع، احنا حتى الان اخواتي الكرام ملناش اي فروع. اي صاحب مكتب او اي محل عليه اسمنا ذا اوتلت ملناش علاقه بيه، ربنا يهدينا ويهديه. وبرضه في اللايف بتاع امبارح كنت وجهت رساله بقول فيها ان انا مسامح اي حد في اللو لله اساء الي. خليك انت اكرم مني واجدع مني، وفي اللو لله كمان سامحني. رمضان كريم. وركز معنا بقى من بكرة عشان هنبدأ ننشر 3 فيديوهات، واحد رجالي وواحد حريمي وواحد أطفال، فيهم حصر وتحديث لكل قسم من الأقسام. وردًا بقى الأصحاب الفضل علينا كنا أعلنا عن مجموعة من الأشخاص المحترمين الأفاضل اللي ليهم أفضال علينا، وأعلنا إن هم ليهم عندنا حاجة اسمها عيدية. في عندنا 3 أكاونت، واحد باسم أم رضوى وأم نوران وميرفت عثمان، ده من على اليوتيوب، يا ريت يتواصلوا معنا على الخاص عشان هديتهم لها أمر مختلف. وأعلنا بقى عن مجموعة ليهم عندنا هدايا، الهدية بتاعتهم إن هو يختار أي بولو شيرت أو تيشيرت رجالي جوه المكتب، أو أي تيشيرت أو بادي أو كشميو حريمي جوه المكتب. وهو الأستاذ أحمد علي، زيزو عزام، محمد صفوت، أسينات محمد، دريم للدعاية والإعلان، كريستين شحاتة، محمود العيدي، قرآني حياتي، أميرة عمار، أميرة رأفت، أم جنات، جمال يوسف، أم ياسين أو أم يوسف، محمود الدوح، وسيد خيري، وأكاونت منمن، وأكاونت هند حسني. وكنا عملنا اثناء اللايف كده مسابقه كانت كوميديه، فاز بيها اكونت اسينات كريم وموني موني من على اليوتيوب، وميدو برضو من على اليوتيوب، او بيقول على نفسه انا اسمي محمد الاختيار، وشيماء احمد على صفحه الفيس اللي اللوجو بتاعي اسود، واحمد علي ووليد زهني وسلم اي كل دول من على اليوتيوب. انا كده وصلت الملخص اللايف بتاع العيديه بتاع امبارح. يا رب نكون قدرنا نقدم اي حاجه صغيره بسطت اي حد مننا. تحياتي للجميع، كان معاك اخوكم في الله محمد عماره من مكتبكم مكتب اوتلت، كل عام وانتم بخير. سلام عليكم.